السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا، بنرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من طبيب على الهواء. كما تعودنا دائما أن نقدم كل ما هو جديد ومفيد في عالم الطب والصحة، وإيمانا بمبدأنا أن الوقاية خير من العلاج. الحلقة النهاردة مميزة جدا، وموضوع بيهم شريحة كبيرة جدا من الناس. في العشرين سنة اللي فاتوا، التطور الطبي والتكنولوجي اللي حصل في عالم الطب كان كبير جدا. جراحة العيون وتخصص طب وجراحة العيون كان ليه نصيب كبير قوي من التطور اللي حصل ده. كنا زمان علاقتنا بدكتور العيون لما بنشتكي بحاجة في عينينا، لا ممكن في ضعف نظر هنروح نعمل نظارة. الوضع دلوقتي اختلف تماما، بقينا بنروح للدكتور دلوقتي بنسأله، بنسمع عن حاجة اسمها ليزك، طب في حاجة تغنيني عن النظارة ولا لا؟ طب هو الليزك ده آمن ولا مش آمن؟ طب ده هيسبب لي مشاكل بعد كده ولا لا؟ طب مين اللي ينفع يعمل الليزك؟ طب في ناس عملت الليزك وبترجع تشتكي في صداع موجود عندها، في عدم وضوح في الرؤية. طب في ناس بتعمل الليزك واللي هتلبسه نظاره برضه، خصوصا لو سنك فوق الـ40. كل دي اسئله بتدور في ذهن كتير من اللي بيفكروا ان هم يعملوا الليزك. ده غير بقى اختلاف الاسعار. الليزك بقى عمليه تجاريه، بقينا بنسمع وبنشوف الاعلانات في الشوارع، ده بيتعمل هنا برقم وهنا برقم وهنا برقم وهنا برقم. طب هو ازاي؟ هو الغالي ثمنه فيه زي ما بيقولوا، والرخيص ده يقلق في ضرر على العين؟ طب في حد حصل له مشاكل بعد قبل كده لما عمل الليزك او فيمتو ليزك زي ما بنسمع عنها؟ كل ده هنعرفه ان شاء الله النهارده في حلقتنا. من اشهر الحاجات اللي كتير من اطفالنا بيشتكوا منها، والام هي اللي بتبقى عينها دايما على طفلها. كتير بتلاحظ الام ان في بعض الاحيان بتلاقي في عماص عند طفلها، طبقه من العماص كبيره. الام ماشيه بالفطره ومن غير ما تسال دكتور ولا حاجه، لا ده في شويه عماص فاحنا ايه هننضفهم بقطنه كده ايه فيها ميه دافيه وهننضفها ونفرك الحته دي وخلاص. تلاقي الموضوع اتطور بقى، في التهاب موجود في العين، نجري على الصيدليه عايزين قطره تكون مناسبه للاطفال وناخد جل علشان خاطر يريح لنا عين الطفل، ونستعمل الحاجات دي ومفيش فايده. وفي كل اللي احنا ماشيين ده بنفاجئ ان في حاجه تاني غير كل ده خالص، ان في حاجه في طب وجراحه العيون اسمها انسداد القنوات الدمعيه. ده اللي هنعرفه النهارده ونعرف تفاصيله، بيجي لمين، المفروض نتصرف معاها ازاي. كل الاسئله دي واكتر هنعرفها النهارده مع ضيفنا اللي هنسعد بلقائه، الدكتور احمد ثروت غانم، دكتوراه طب وجراحه العيون بجامعه الازهر ومدرس طب وجراحه العيون بجامعه مصر للعيون والتكنولوجيا. فاصل ونعود اعزائنا المشاهدين، ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بنرحب بكل مشاهدينا مره ثانيه، وبنرحب بالاستاذ الدكتور احمد ثروت غانم، دكتوراه طب وجراحه العيون جامعه الازهر ومدرس طب وجراحه العيون جامعه مصر للعيون والتكنولوجيا. منورنا يا دكتور احمد. اهلا بيك يا فندم. ده مثال لعين البني ادم صح اللي حضرتك بتقوله؟ مظبوط، ده مجسم لعين البني ادم. دي العين بتاعتنا، دي العين بس هي مضخمه طبعا يعني كذا مره. العين دي يعني هي دي اللي فيها تخصص طب وجراحه العيون، ودي اللي عارفه الناس، ولما يحصل مشكله فيها بالظبط تحصل مشاكل. هم ال 24 مللي دول، هم بالظبط 2 سم و4 في المتوسط، وهم دول احنا عايزين نفهم ايه ده يا دكتور احمد؟ عينينا الاثنين. احنا هندي فكره ببساطه طبعا، لان الفكره يطول شرحها جدا. تمام. هي العين ببساطه ربنا سبحانه وتعالى خلقها مكونه من 3 طبقات. الطبقه الخارجيه بتبقى عباره عن طبقه واقيه للعين، بيبقى الجزء الامامي فيها، الجزء السدس الامامي فيها ده جزء شفاف، ده النافذه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها لينا عشان تخلينا نبص على العالم. تمام. وهي بتشغلها القرنيه. بيليها الجزء اللي كلنا عارفينه اللي هو البياض بتاع العين اللي احنا بنسميه الصلبه. طيب احنا لو جينا نفتح هذا النموذج، انت مكلف النهارده يا دكتور. اه بالظبط كده. طيب لو جينا نفتح هذا النموذج هنلاقي بعد القرنيه هنلاقي الطبقه اللي بعديها اللي هي بنسميها القزحيه. القزحيه دي اللي هي كلنا بنتعرف عليها، اللي هي الشخص ده لون عينه بني، الشخص ده لون عينه ازرق، ما الى ذلك. تمام. ودي بتمتد للخلف لغايه الجدار، يعني مش الحته اللي احنا شايفينها من قدام بس، اه لغايه الجدار الخلفي للعين. تمام تمام. طيب نيجي للجزء اللي هو اللي وراه اللي هو بنسميه عدسة العين. تمام.
ربنا سبحانه وتعالى خلق لينا مسار عشان الانسان يشوف منه. المفروض في الطبيعي ان اول حاجة اللايت ريز او اشعة الضوء داخلة بتنكسر عند سطح القرنية، وده السطح الكسر الاساسي اللي بتنكسر عنده. بعد كده يكتمل انكسارها عند العدسة لغاية ما تقع في نقطة محددة على شبكية العين، اللي هي دي بنسميها مركز الابصار. وده الشيء الطبيعي اللي الناس بتشوف بيه. طيب باختصار شديد، بنسمع كلنا عن حاجة اسمها قصر نظر، طول نظر، استجماتيزم، او اللي هي اللابؤرية. طب مبدئيا هو ده الكلام الايديال او الكلام المثالي، ده لعيننا كلنا. تمام. طيب الحاجات بقى اللي حضرتك بتذكرها دي هي دي بتختلف. احنا زي ما حضرتك قلت ان ممكن بقى في واحد بيعاني بيروح للدكتور، احنا مش عارفين الفرق. تمام. بس بنروح للدكتور يقول له انت عندك طول نظر، لا انت عندك استجماتيزم، انت عندك قصر نظر. تمام. على الطبيعه بقى في الموديل اللي في ايد حضرتك ده، الخلل بيبقى فين والمشكله فين؟ الخلل فين؟ قصر النظر، وده الاكثر شيوعا اللي احنا بنتكلم عنه النهارده. قصر النظر ده هو عباره عن الاشعه اللي جايه متوازية بتنكسر بدري شوية، بتنكسر قدام الشبكية بفترة. تمام. طب ده معناه مبدئيا نبسط بس الامور، قصر نظر ده معناه ان انا الحاجة القريبة اشوفها كويس ولا ما اشوفهاش كويس؟ تشوف الحاجة القريبة لكن ما تشوفش البعيد. اشوف القريب كويس لكن ما اشوفش البعيد. ما تقدرش تشوف البعيد. تمام. تمام. عكس طول النظر، هو انت الاشعة بتنكسر في نقطة خلف الشبكية. تمام. طب كلمة استجماتيزم اللي الناس كلها بتسمعها او بترددها، اللي هي اللابؤرية، هي معناها ان القرنية بتاعتنا السطح بتاعها مش منتظم، مش مستوي، الانكسار فيه مش منتظم فيحصل في لو فيها تعرق فالانكسار ما يبقاش ماشي في اكتر من نقطة. بالظبط كده. بالظبط دي المشاكل. ودي اللي كان قديما بيبقى حلولها نظارة. بالظبط. مالهاش بديل. ولا زالت هي دلوقتي الحل الاسلم، ولا زالت تظل الحل، ولا زالت الحل الاسلم. الاسلم طبعا والاسلم كده في ناس كتير هتقلق. احنا في الكام سنه اللي فاتوا دول بقينا بنسمع عن الليزك والفيمتو ليزك. تمام. وبنسمع كلام كتير قوي، بنلاقي اعلانات في الشوارع دلوقتي، ورق ملزق تحت الكباري وعلى اليوفط لا دي برقم كذا ودي برقم، وفي تفاوت في الاسعار اللي هو بيخلي الواحد ايه. طب هو ايه ده شيء مهم جدا. احنا دلوقتي خلينا نصطلح ان الليزك او جراحات التصحيح الانكسار بوجه عام هي بدات من اواخر الثمانينات واوائل التسعينات. في خلال ال 20 سنه دول او ال 25 سنه دول حصل ليها تطورات كتير جدا من حيث شكل الجراحه او التقنيات المستخدمه او نوع الجراحه. في الاول كنا بنقول انت عندك جراحه واحده تكفي يعني ما فيش غيرها. دلوقتي احنا بنسميها حاجه اسمها ريفراكتيف سوت او حقيبه تصحيح الابصار. انت ممكن كل مريض له شيء يناسبه، ولابد ده يبقى قرار الجراح وليس قرار المريض. يعني في ناس تيجي تقول لك انا سمعت عن الفيمتو ليزك او الفيمتو سمايل، تقول لك انا دكتور جاي النهارده اعمل عشان اعمل الفيمتو سمايل، دي اللي انا جاي اعملها ومش هعمل حاجه غيرها. هو الكلام ده طبيا فعلا في حاجه اسمها كده ولا دي مصطلحات بعض الاطباء لا لا ده كلام، ده كلام حقيقي. كل عمليه وليها دواعي استخدام وليها عيان تناسبه وعيان لا تناسبه. وصاحب القرار زي ما حضرتك بتقول الطبيب نفسه. الطبيب اولا انت بتقول له، يعني اولا القرار بيرجع لسن العيان، بيرجع للوظيفه بتاعه العيان او طموحات العيان بالنسبه للابصار. في ناس ممكن تفاصيل الابصار او التشوهات البصريه البسيطه، هالات النور تضايقها في شغلها او تضايقها في حياتها العامه. تمام. في ناس درجات الاستجماتيزم عندها عاليه ما تنفعهاش السمايل، تنفعها الفيمتو ليزك، والعكس صحيح. فاقصد وفي ناس ما ينفعهاش كل ده، ينفعها زرع العدسات. تمام. فاقصد ان كل عيان له الاختيار الامثل ليه. يعني في ظل التطور اللي احنا فيه هو في خيارات كتير قدام الطبيب دلوقتي بناء عليها على حاله المريض بيحدد انهي واحده اللي تنفع. طب حضرتك قلت جمله ان هي الحل الامثل اللي هي على موضوع النظارات الاسلم. الاسلم. يقول لك ايه يعني ليه اللي مش عايق؟ لكن ولكن عشان يعني انا خايف اعمل كلام ما يتفهمش غلط. عشان الكلام جراحات تصحيح الابصار دلوقتي معدلات الامان فيها بقت عاليه للغايه. معدلات الامان بس بشرط احنا ممكن معانا فيديو هنا لو حضرتك تعلقنا عليه برضه دكتور. تمام. الليزك، الفيديو ده الفيديو اللي هو الليزك الكونفنشنال اللي احنا عارفينه، الليزك الطبيعي اللي بيستخدم فيه سكينه رفيعه جدا اسمها مايكرو كيراتوم. السكينه دي بتقوم بتقشير طبقه سطحيه من القرنيه زي بالظبط ما نكون بنفتح غلاف او جلد الكتاب. تمام. تمام. بعد كده بيتم تسليط اشعه الاكزيمر ليزر زي ما حضرتك شايف قدامك. الاشعه دي هي اللي بتعيد تسطيح القرنيه، بتقلل تقوس القرنية في حالات قصر النظر، بتقلل التقوس اللي في السنتر فتعالج درجة قصر النظر الموجودة. وبعد كده بنرجع الفلاب او القشرة السطحية دي لمكانها الطبيعي تاني زي ما كانت. هو ده الليزك؟ هو ده الليزك. عملية في منتهى السهولة والامان واليسر،
متى توفرت بس العيال بتاع السكينه دي تقلق. لا لا ولا بقى دلوقتي يا مش هي يعني ما تقلقش الا اذا استخدمت مظبوط. طب تحديدا في دي بقى دكتور احمد نتكلم بصراحه شويه يعني. تمام. في تفاوت في اسعار الليزك. تمام. طيب تمام. انا لما الاقي في مكان بيعملها سي مثلا ب 7-8000 جنيه مثلا يعني. تمام. وفي مكان تاني بيعمل ب 2000 و3000 الفرق كبير ما بينهم. الفرق كبير يعني إيه 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 ودي رساله احب اوجهها لكل شخص. عينينا ليست سلعه للمقايضه. يعني احنا مش رايحين نشتري حاجه فبنقول احنا هناخد احسن عرض. لا. واحنا لو فكرنا هنلاقي ان اي نوع من الجراحه له مستلزمات. طيب المستلزمات دي سعرها يا اما ثابت يا اما بيغلى. تمام. طيب احنا لابد ان احنا نفكر حاجه مستلزماتها سعرها ثابت ازاي يتم عرض عليها بسعر اقل الا اذا كان في بعض المستلزمات بيتم تدويرها واعاده استخدامها تاني وهي المفروض تبقى ديسبوزبل او مره واحده وتترمي. المفروض انها تبقى في للاستخدام مره واحده. طب في ردود بتتقال في الكلام ده؟ بعض الناس بتتفزلك يقول لك لا اصل المكان ده هو مرخص السعر وبيشتغل كتير فعلشان كده هو مرخص الشقه. انما الثانيين حتى يعني حتى ترخيص السعر لابد يكون له حدود. تمام. فدايما دايما احنا في رساله بنحب دايما نوجهها يعني دايما بنروح للاماكن الموثوق فيها والاماكن اللي احنا يعني عارفين. طب نستقبل اتصال نشوف محمد معانا الاول بعد معانا الاستاذ محمد من القاهره. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا يا فندم. ممكن اسال الدكتور سؤال؟ مع حضرتك اتفضل. دكتور انا اسال السؤال الاول اللانسز يعني انا بستعمل لانسز كتير وكده و يعني بقالي بتاع مثلا 5-6 سنين تقريبا يعني. تمام. بس بعمل تيست كده كل فتره يعني اروح اقيس النظر وباخد مقاس مختلف عاوز اعرف اضرار اللانسز والموضوع التاني موضوع الليزك يعني في ناس انا مش عارف اعمله هو غالي عليا اساسا فانا مش معايا التكلفه اللي انا تمام ممكن اعمله. تمام. فبستعمل اللانسز. تمام. تمام شكرا. طيب بنشكرك يا استاذ محمد. شكرا يا فندم. كالمعتاد الحيرة العدسات اللاصقة. مشكلة العدسات اللاصقة هي العدسات اللاصقة يعني بديل ناس كتير قوي بتستسهله وبالذات يعني السيدات بيستسهلوه اكتر من الرجال طبعا تبعا لمناسبات وطبعا لما الى ذلك. بس دول بيستعملوه علشان خاطر اللون والكلام ده ودي مشاكل اخرى. ده في ناس فيهم بتروح تاخد هذه العدسات من اماكن ما لهاش تصاريح طبية او ما الى ذلك وممكن يكون واحدة زميلتها لبستها وهي لبستها مكانها بتتباع في كل حتة ومن هنا منبت المشكلة. احنا العدسات اللاصقة عالميا عدسات اللاصقة يعني مضاعفاتها او المشاكل الناتجة عنها اللي بتصيب القرنية والملتحمة اضعاف عمليات تصحيح الابصار مجتمعة. خطيرة. وده اللي الناس كلها فاكرة عكسه. انا ليه اغامر بعيني واعمل ليزك او اعمل سمايل او حاجات زي كده وانا في ايدي اني البس عدسة لاصقة وريح نفسي. لا والعكس. هو مضاعفات العدسات اللاصقة اضعاف عمليات تصحيح الابصار. طب ليه يا دكتور احمد؟ طب ما هي العدسة بتتلبس وقت اللزوم وهيجي قبل ما ينام مثلا بيشيلها وخلاص. اولا العدسة اللاصقة لابد نراعي المادة الخام المصنعة منها. المكان اللي جاي منه حد لبسها قبل يعني حد استخدمها ولا لا؟ تمام؟ ليها سبيشال كير طريقة معينة في الرعاية ومحلول معين لتغييره يتكاثر عليها البروتين يتكاثر عليها الميكروبات حاجة تانية. ممكن وايدك تكون ضوافرنا وبالذات السيدات تكون ضوافرها طويله شويه تعمل فيها خدوشات بسيطه جدا. الخدوشات دي ممكن تؤدي الى تقرحات او خدوش في القرنيه. ومتى السطح الخارجي بتاع القرنيه ده تم اختراقه ممكن بمنتهى السهوله يوصل له ميكروب وتقلب الموضوع بعد كده. وشفنا حالات كتير قوي قلبت الموضوع لالتهابات ميكروبيه او فطريه في القرنيه. دي دوامه ثانيه بقى. وخراريج في القرنيه وقصص كبيره جدا. ولو اي حد من مستخدمي العدسات اللاصقه شايف الموضوع ده هو من نفسه هيخاف. طب حضرتك يا دكتور احمد شايف ان في اقبال على موضوع العدسات ما زلنا لحد دلوقتي؟ في اقبال كتير جدا وزي ما قلت لحضرتك يعني في ناس وفي عادات خاطئه جدا برضو بنحاول نلفت النظر ليها. يا جماعه العدسات اللاصقه لا يتم تنظيفها بميه الحنفيه. لا يتم. طب احنا هنستقبل اتصال ونستكمل حديثنا دكتور من الواضح ان في ناس كتير عندها اسئله في العيون. اتفضل. معانا الاستاذ اسلام من الجيزه. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك يا فندم؟ ممكن اسال الدكتور سؤال؟ مع حضرتك اتفضل. بعد اذنك يا دكتور انا اول ما بصحى من النوم عيني اليمين بيبقى فيها وجع بسيط كده فاول ما يعني اول ما افتحها جامد الاقي في حاجه يعني ايه زي عصب كده بيشد يضعفها شويه. تمام. ده ايه سبب؟ في اي استفسار في اي سؤال؟ طيب حضرتك ممكن تحس باحساس ثواني يا استاذ اسلام
قفل تقريبا. طيب ماشي. طيب. نشكرك يا استاذ اسلام. طيب الاحساس بالتقل في العين او بالشده في العين بالذات وقت الاستيقاظ من النوم ده بيبقى ناجم مبدئيا اكتر حاجه عن جفاف العين. طيب ربنا سبحانه وتعالى خلق الطبقات الدموع ثلاث طبقات، في الطبقه الخارجيه دي طبقه دهنيه وظيفتها ترطيب العين، وظيفتها تسهيل حركه الجفن على العين زي بقعه الزيت على الميه بالظبط، بتمنع سرعه تبخر الميه. تمام. بعد كده طبقه مائيه، الطبقه دي بتوصل النيوترينتس الاغذيه الاكسجين الاجسام المضاده. دي جوه ولا بره برضه؟ دي في النص، دي طبقه متوسطه. الطبقه الاخرانيه دي طبقه بتسهل التصاق الدموع على العين. طيب متى ما تم ان الطبقات دي فيها مشكله، الطبقه الدهنيه بالذات تبدا الدموع دي تبقى عامله زي الميه، يا تتدلدق يا تتبخر. النتيجه النهائيه ان مفيش طبقه دموع بترطب العين كويس، واحنا نايمين اقل ما يتم افراز الدموع الغده الدمعيه بتقل جدا افرازها واحنا نايمين. فالشخص ده يصحى هي كمان نايمه. بالظبط. الشخص ده يصحى الصبح حاسس بتقل في الجفن جدا لان مفيش يعني في احتكاك جامد، يحس يبقى فيه احمرار واحتقان في العين، حكه خشونه زي ما يكون في احساس رمل جوه العين. ده اللي هو احساس العصب زي حاجه بتشد على عيني، يعني حاسس ان مزاغ مش شايف كويس، عيني مشدوده مش قادر افتحها كويس. تمام. شخص زي ده لابد ان هو يمشي على مرطبات طبعا بعد الفحص ونتاكد ان مفيش حساسيه في العين وما الى ذلك. لابد ان هو يمشي على ملطفات للعين بدائل للدموع، وممكن جل بديل للدموع العين وقت النوم، ده هيخليه يصحى مستريح مع مداومه غسل العين بالمياه البارده. يعني مبدئيا هو يطمن الاول ان مفيش مشكله موجوده في العين، لابد من الفحص، وبعد كده دي ممكن تبقى غالبا مشكله جفاف ولابد ان هو يتعامل معاها. طيب اللي كان الاستاذ محمد من القاهره بيسال على موضوع الليزك ليه؟ طب هو بيلبس عدسات، هل في كلام يتقال له كده ويقنعه تمام ان هل دي امن من دي ولا هي دي زي دي؟ في عباره مشهوره دايما يقول لك ايه، العدسات اللاصقه ما لم يكن هناك داعي ملح لاستخدامها. قطعك تاني يا دكتور. اتفضل يا فندم. معانا الاستاذ هشام. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك، كنت عاوز اسال الدكتور، كانت عيني بالدم على طول ونظر ضعيف وخايف اعمل ليزك. في ناس كتير يعني قالوا لي الليزك ده بيضر العين او كده، فانا خايف اعمله. ليه؟ ايه اللي مخوفك يا استاذ هشام؟ انه في ناس بيقولوا انه بيضعف قرنيه العين او كده. تمام ماشي يا استاذ هشام، الدكتور احمد هيرد على حضرتك. هو يمكن الاسئله اللي بتجي لنا في نفس الموضوع ده دكتور احمد كتيرة جدا، بتؤكد ان فعلا في كتيره جدا، في لغط موجود عند الناس. هو الموضوع ده مضر ولا مش مضر؟ الليزك ده امن ولا مش امن؟ خالص. متى ما ان احنا اخترنا العيان كويس، اخترنا بنعمل حاجه اسمها اولا لابد ان احنا ما نعملش الليزك ده في سن مبكر. مبدئيا هو الليزك ده ينفع لاي حد؟ اي حد ممكن يروح يعمل ليزك؟ الليزك ممكن يصلح نظريا لغايه من 10 ل 12 درجه قصر، وممكن يصلح لغايه 4 درجات استجماتيزم، وممكن يصلح لغايه 5 درجات طول. هي الفكره مش في كده، الفكره انك تختار العيان بشكل مظبوط. مضاعفات الليزك مش من العمليه، من سوء اختيار العيان. بمعنى ما جيش اعمل الليزك بدري في السن قوي وانا لسه ما وصلتش لمرحله ثبات النظر. لابد ان انا اللي هي بتحصل امتى؟ اللي هي بتحصل امتى؟ مستوى عليها 21 سنه، في ناس بتقول لك بعد 18 اشوف من سنه لسنه اقيس له نظره واشوف الدنيا هل ثبتت ولا لسه ما وصلتش لمرحله الثبات. طيب لو تلاقي ناس كتير قوي لا يعني لاسباب تجاريه بقى ذلك انا لا هعملها لك طب ليه؟ يا باشا ده قديم، ده قديم الكلام ده دلوقتي 18 سنه بالظبط بالظبط بالظبط. وممكن نعمله، ممكن نعمله من 18 بس متى النظر ثبت، لكن ما نعملوش من بدري قوي الا في حالات نادره جدا. طيب ده حاجه. تاني حاجه مقاسنا يبقى في مجال التصحيح، بنعمل اختبارات للقرنيه، حاجه اسمها خريطه للقرنيه، خريطه تصوير للقرنيه، بنشوف اذا كان في اي موانع لاجراء الليزك واشهرها القرنيه المخروطيه. تمام. طيب لو حد عنده قرنيه مخروطيه ده ممنوع بالنسبه له، ده مانع تماما لاجراء الليزك. تمام تمام. وممكن يبقى في ضرر على عينه، مش يعني في ضرر، ده بعد كده مش بس المقاس هيرجع، هيحصل ما يسمى بالبروز القرني، ودي حاجه تصلحها في منتهى الصعوبه وممكن تؤدي تمام الى يعني تشوهات بصريه جامده جدا، وهتبقى مشكله جامده بالنسبه له. فلابد ان احنا دايما بنعمل خريطه الخماسيه للقرنيه، بنشوف سمك القرنيه هل يسمح باجراء هذه العمليه، لان انت العمليه دي بتستهلك فيها شويه من نسيج القرنيه، الحته اللي هي بتتقشر دي احنا بنشيل الغلاف الخارجي للقرنيه. تمام. وبعد كده بنسلط اشعه الليزر اللي هي الاكزيمر ليزر، ده بنسلطه على النسيج الضام بتاع القرنيه. تمام. لابد يبقى النسيج الضام ده عندي سمكه كافي جدا بحيث يعني نقول بالمصطلح الدارج يحتفظ بعافيته او بقدره تحمله بعد العمليه، ما يبقاش النسيج ضعف جدا بتاع القرنيه.
تمام. يعني 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 الموضوع مش هو لا انا عايز اعمل ليزك لا, لا تعالى اعمل ليزك, ده في فحوص لازم بتتم الاول والطبيب هو اللي بيقرر بالزبط. اذا كان ده يصلح له ليزك او لا او بالزبط. حاجه تاني غير الليزك بالظبط. يعني نقدر نطمن الناس ونقول لهم مفيش خوف من موضوع لا مفيش الليزك. خوف خالص خالص, عمليه في منتهى الامان. تمام. طب دكتورنا العزيز, يمكن زي ما كنا بنتكلم في الاول من المشاكل الكتيره, الطفل الصغير ما بيقدرش يعبر ولا يقول انا بشتكي من ايه. تمام. الام دايما اللي بتبقى عينها عليه. تمام. موضوع بقى انسداد القنوات الدمعيه واللي الام بتقعد تشغل دماغها فيه كتير والموضوع عمال يطول, ما بتروحش للدكتور غير لما قاعد تبقى جربت كل حاجه الاول, خدت الدواء من الصيدليه وجربت سال جارتها وقريبتها وكل حاجه في الاخر تقول لك يعني نروح بقى ناخد. ايه موضوع انسداد القنوات الدمعيه دي؟ انسداد القنوات الدمعيه, احنا مبدئيا القرارات اذا حضرتك سمحت ممكن نعرض اللي هو يمكن معانا فيديو اللي هو بتاع انسداد القنوات الدمعيه, القنوات الدمعيه عشان المشاهدين يبقوا هو يمكن معانا على الشاشه هنا دكتورنا. هي القنوات الدمعيه ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا سيستم للدموع, ممكن نشبهه بالحنفيه والحوض. الغده الدمعيه اللي فوق بتفرز الدموع توصل للقنوات الدمعيه مرورا بالكيس الدمعي, تبدا تنزل مع جدار الانف لغايه فتح تصريف قناه الدموع السفليه اللي هي في اسفل الانف. هي الفتحه دي في الانف احنا ما نحسش بيها, هي بتفرز من جوه. لا دي ماشيه جوه يعني جنب تجويف الانف. تمام. لغايه الجزء السفلي من الانف دي فتحه تصريف قناه الدموع. تمام تمام. طيب انسداد القنوات الدمعيه ممكن نقسمه الى انسداد في السن الكبير, وده مش مجالنا النهارده, ده موضوع كبير قوي. تمام تمام. او الانسداد الخلقي اللي هو اللي احنا بنتكلم عليه في السن الصغير بتاع الاطفال. هو طب مبدئيا الخلق دي هل هو مولود بيه ولا هو ممكن بيصاب بيه بعد الولاده؟ لا هو مولود بيه. هو اللي بيحصل ايه, هي حاجه شائعه جدا, ده ممكن طفل من كل 6 او كل 7 يكون عنده نوع من انواع بنسميها الديليت كانالايزيشن, لسه الجزء السفلي من القناه ما فتحش. وده حاجه طبيعيه ممكن تظهر بعد الولاده. بس الرقم ده كبير لما واحد كبير ولا ست, رقم كبير كبير. عشان كده في 95% من هؤلاء الاطفال بتفتح لوحدها تماما في خلال السنه الاولى, 95% او اكثر من 95%. طب دي مهمه, دي مهمه جدا. دي زي حضرتك بتقول ممكن بعد سنه في 95%, وده حلو جدا يعني. تمام. طب هي في السنه دي ما هو الاعراض بقى اللي الام بتشوفها من العمص والدموع والكلام ده, هي هتشوف ايه بقى؟ ما في اعراض هتشوفها وفي رساله هنوجهها لها. هي اول حاجه بتظهر في بعض الاطفال بعد الولاده, وبالذات لو ولاده طبيعيه بيجي لهم شويه التهابات, شويه افرازات في العين, ودي مقبوله في الشهر الاول بعد الولاده. تمام. مرورا بشهر تاني تالت تلاقي الام جايبه ابنها وبتقول والله يا دكتور انا عندي عين, وبالذات يا ساعات تظهر في عين واحده فتبقى اسهل على الام اكتشافها. تمام. تقول والله انا عندي العينين, العين الشمال مثلا كويسه جدا ما فيهاش مشكله, لكن العين اليمين من ساعه ما اتولد وهي على طول بتجيب دموع او بترغرغ. السؤال اللي بعده تقول لك والله ساعات يبقى فيها التهابات وافرازات بتروح وتيجي, اديها علاج قطره ومرهم وما الى ذلك وتختفي ثم تعاود الظهور تاني. تمام. طيب بتبدا انت تفحص الطفل وهو عنده ارتجاع في قناه دمعيه او عنده الجزء السفلي من القناه الدمعيه ده لسه ما فتحش كويس. النصيحه اللي بنقولها للام دايما 95% من الحالات هتفتح تماما في خلال من 9 شهور لسن سنه, فلهذا ما فيش تسرع في دخول غرفه العمليات. يعني دي ما يتمش اللجوء للكلام ده غير بعد سنه بالظبط, من 9 شهور لسنه. اقلق. بالظبط. انت ما يعني ما تتعجلش الامور وما تقولش هدخل واعمل محاولات التدخل الجراحي او التسليك او لا لا. طب ايه اللي اعمله بالظبط؟ انت لو في التهابات او افرازات او ما الى ذلك بتدي العلاج المناسب ليها وبتنستراكت الام. العلاج المناسب مين اللي بيحدده؟ الطبيب مش الصيدلي ولا الام بتسال جارتها. الطبيب. تمام. ودايما بتعلم الام بقى الطريقه الصحيحه للتدليك او المساج بتاع قناه العين او سيستم تصريف اللي هي بقى اللي هي ايه, اللي هي عباره عن الاتي. في ناس تقعد تدوس على الجزء ده كده وخلاص وتعمل كده اي تدليك وخلاص والموضوع خلص. لا هو مش كده, انت المفروض بتتبع المسار الصحيح بتاع او المسار التشريحي الصحيح اللي هو اوله فين واخره فين, اللي هو اوله من زاويه العين الداخليه مرورا بالجزء السفلي من الانف. هنقول للام باستخدام كوتون بود او اللي هو الودانه او بالصباع الصغير بس من غير ما نضغط قوي يعني على وش الطفل يعني. تمام. هنرسم زي علامه استفهام كده مرورا بالجزء الداخلي من العين نزولا لغايه الجزء السفلي من الشيء اللي هي شيء احنا بنعملها كده ونروح كده صح ولا بس يعني لو يعني لو اتبعنا القضاء هي بتبقى عامله بالظبط زي ايه, زي الباب, كانك في باب مقفول وانت بتحاول تزقه عشان يفتح. فبتضغط من ناحيه القناه الدمعيه الاول وبتنزل مرورا بقناه تصريف الدموع لغايه الجزء السفلي ليها على اعتبار ان لو في حاجه سداها بساعد ان هي يعني ايه تفتح. الجزء السفلي ده بيفتح في وقت من الاوقات, وبتقول لها الحركه دي او الشيء ده التمرين ده هتعمليه 10 عدات 3 مرات في اليوم, من 3 ل 4 مرات في اليوم. يعني تعد 1 2 3 10 لغايه 10,
الشيء ده يتعد من 3 لـ4 مرات يوميا. طيب تمام. هو يمكن في عجله، هو للاسف وقتنا خلص دكتور، جات لنا رساله على الصفحه بتقول هل عيوب الابصار وراثيه ولا لا؟ في جزء كبير منها وراثي، في جزء كبير جدا منها وراثي، قصر والطول والاستجماتيزم في جزء كبير وراثي. وده طبعا ايه، احنا دور الطبيب مش بس ان هو طبعا جزء وراثي ده بيخلي دايما ان احنا نلفت نظر الاب والام اللي عندهم قصر نظر، يا ريت يبقى في كشف دوري للاطفال، لان الطفل ممكن ما يعبرش في اول كذا سنه، ما يقدرش يعرف، بيشتكي والحاله بتتبسط وردت سوءا، فكلما قدرنا نصلح ابصاره بدري، يلبس نظاره بدري، كلما كان ده افيد للطفل. دكتور احمد، وللاسف وقت حلقتنا خلص والحوار مع حضرتك اكثر ممتع، وعندنا اسئله كتير جدا للاسف مش هنلحق نجاوب عليها كلها في حلقه واحده دلوقتي يعني. اشكرك. عايزين رساله من الدكتور احمد يوجهها لكل الساده المشاهدين، نصائح للوقايه، عايزين نقلل بقدر الامكان ان يحصل لنا مشاكل في العين. تمام. طيب، هي اول نصيحه هنتكلم عليها ان احنا دايما ايه، الاقلال بالنسبه للعدسات اللاصقه، الاقلال من العدسات اللاصقه قدر المستطاع، يعني لو ما فيش اي داعي ملح لاستخدامها فالافضل تجنبها. تاني حاجه، الطريقه الطبيعيه للعنايه او الكير بالعدسات اللاصقه ان احنا بنضعها في المحلول المناسب ليها، ويتم تبديل المحلول ده بحد اقصى يوم او يوم لا. تمام. بالنسبه لجراحات تصحيح الابصار، جراحات تصحيح الابصار لها انواع عديده وهي حقيبه كبيره، كل شخص ممكن يناسبه نوع معين، واللي بيحدد هذا النوع هو الجراح المختص، لانه مش اللي نفع لواحد نعرفه هو بالتبعيه لازم ينفع لنا، فهو كل شخص يناسبه شيء معين. تمام. دكتور احمد، سعدنا باللقاء مع حضرتك جدا، وان شاء الله على وعد ان احنا نستكمل مع حضرتك الاجابات على الاسئله دي عندنا كلها ان شاء الله في حلقه ثانيه باذن الله. سعدنا باللقاء. احنا في نهايه حلقتنا بنشكر الدكتور احمد ثروت غانم، دكتوراه طب وجراحه العيون بجامعه الازهر، ومدرس طب وجراحة العيون بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. سعدنا بلقائك ونصائحك الغالية دكتورنا العزيز. نشكر السادة المشاهدين. الرسالة الأساسية بتاعتنا النهاردة اللي وجهها لنا الدكتور أحمد، في عروض أسعار كتير في الليزك، وده غالي وده رخيص. الدكتور أحمد وضح لنا حاجة في غاية الأهمية، في حاجات ديسبوزابل. يعني إيه ديسبوزابل؟ حاجات بتستعمل وبتترمي وبيتجاب غيرها، يعني الجهاز اللي بيعمل الليزك ده ليه مستلزمات بتاعته، فممكن تكون ارخص في بعض الاحيان، لان دي بدل ما بتتغير مثلا عند كل حاله لا بتقعد حالتين وثلاثه، لا يتغير عند 10 حالات لا بيقعد ل 15 و20 حاله. طب ده ممكن يبقى ليه ضرر على العين؟ ليه ولا ملوش يا دكتور احمد؟ ليه ضرر على العين. فانا اولا لما هاخد معلومه عن الليزك باخدها من الطبيب، ما اقعدش اسمع وده عمل ايه زي ما الاستاذ عمل لنا بيقول لنا ايه، لا ده بيقول بتبوظ العين وبتبوظ قرنيه العين. الطبيب هو اللي بيحدد اذا كانت تنفع لحد ولا لا. نروح للدكتور، مش نمشي ورا كلام الناس ونقعد نسال اي حد ونسمع اي معلومات وما نعرفش هما جايبينها منين. ربنا يشفينا يا رب. ولما بنشتكي من حاجه فعلينا نروح للدكتور بسرعه، ما نجريش على الصيدليه او نجيب اي قطره وخلاص. وعلى وعد بلقاء جديد في حلقه جديده من طبيب على الهواء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.